بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنهينا في الجلسة السابقة التعرف على مفهوم البحث العلمي وخصائصه وأنواعه وأهم مناهجه، واليوم نتطرق إلى مهارات البحث العلمي، وفيها نتحدث عن أهم مهارات البحث العلمي وكيفية توثيق المراجع وطرق الاقتباس والطرق السليمة في البحث بواسطة الإنترنت ومحركات البحث. أول مهارة عندي في مهارات البحث العلمي تسمى مهارة التوثيق. مهارة التوثيق بيتطلب من الباحث أنه يتعرف كيف يوثق المعلومات الذي استقاها أو الذي استفاد منها أو أخذها من غيره، هل اقتبسها اقتباس تام أم أعاد صياغتها بأسلوبه، لأن أخلاقيات البحث العلمي بتقتضي أن ترجع المادة إلى أصحابها، وهذا ما يعرف بحقوق الطبع أو حقوق الغير يعني. فمثلا لو جيت تكتب أنت مقالة عن البحث العلمي، فأخذت من الدكتور فلان ومن الدكتور فلان ومن الدكتور فلان، لازم ترجع لكل واحد المعلومة اللي أنت أخذتها منه وتوضح وانت بتكتب، هل انت خدتها نصا فبتحطها من علامات تنصيص زي ما نشوف دلوقتي، او قعدت صياغتها باسلوبك بتشير للمرجع اللي انت اخدت منه، لانك اذا لم توثق هذه المعلومات تكون قد اخليت بمبدأ او اخلاقيات البحث العلمي. اهمية توثيق المصادر بتأتي من منطلق الامانة العلمية، من منطلق ان الباحث بيرجع ليه بحوث سابقة لدى الآخرين تناولت نفس فكرته، وبما أن العلم أو المعرفة هي متراكمة عبر الزمن ولا يقف على جهد شخص واحد، فلا بد أن نرجع هذا الحق لأصحابه. وعندما تقوم بإثراء المعلومات الموجودة لديك في بحثك، لا بد أن تأخذ في الاعتبار عنصر التوثيق، توثيق المعلومة، أي أن تضع لكل كاتب قمت بأخذ فكرة منه أو معلومة أو صفحة أو سطر حتى واحد ترجع هذا السطر لصاحبه. تأخذ في الاعتبار أن التوثيق يدل على التعريف بالمصادر التي استفاد منها الباحث واقتبس منها ونسبها إلى أصحابه، وهذا لا يقلل من قدر الباحث بل يرفع من قدره. إرشاد القارئ إلى المصدر الأساسي التي تم الحصول على المعلومة منه حتى يتمكن من الرجوع للنص الكامل ما ترغب ذلك. انت خدت فكرة من واحد، الفكرة دي عبارة عن 3-4 سطور، طب الفكرة دي عجبت شخص اخر بيقرأ في البحث بتاعك، فانت وضحت له ان الفكرة دي جات من الكاتب الفلاني، فهو بيرجع للمصدر الاصلي. بيأكد التوثيق او دقة التوثيق بتأكد على امانة الباحث العلمية، وبيأكد على دقة المعلومات وصحتها ودلالة فهمه للبحث ودعم آراء الباحث وحججه وإثبات وجهة نظره مخالفة أو إيجابيا معه. يعني ممكن الفكرة اللي أنت بتجيبها أو الدراسات السابقة اللي أنت جبتها تتفق أو تختلف مع نتائجك، وبتوضح أيضا مدى جهد الباحث في البحث عن المصادر المختلفة وقراءاتها وتصفحها والتعرف على مدى حداثة المصادر التي رجع إليها الباحث وإمكانية التحقق من أمانة الباحث العلمية وإثبات حق المؤلف. كل هذه النقاط يجب أن تأخذها بعين الاعتبار في عملية التوثيق. يبقى دلوقتي التوثيق بيوضح أن أنت راجل أمين علميا، معلوماتك دقيقة، أنت راجل فاهم أنت بتشتغل إزاي، بتوضح بتدعم آراءك علميا إيجابا أو سلبا، بتوضح مدى جهدك وبتعرف على إمكانية بتعرفنا إمكانية الرجوع إلى المصادر مرة أخرى. طرق التوثيق اللي متبعة، اغلب طرق التوثيق على مستوى العالم دلوقتي اللي احنا بنشتغل عليها طريقة اسمها الاي بي اي اللي هي دليل جمعية علم النفس الامريكية، وقواعد التوثيق فيها هنتناولها حاليا اذا كان لمؤلف واحد او لمؤلفين، ان كان من دورية علمية او من بحث علمي او من رسائل او من انترنت، هنشوف ازاي نوثق وفق رابطة علم النفس الامريكية الاي بي اي، لكن هو دي الطريقة اللي احنا بنلتزمها في توثيق البحوث. قواعد عامة للتوثيق: اول قاعدة، الالقاب العلمية للمؤلفين لا تذكر. يعني مفيش في التوثيق حاجة اسمها الاستاذ ولا الدكتور ولا المهندس ولا المعالي ولا السعادة ولا مفيش الكلام ده. الاسماء بيذكر اسم المؤلف في قائمة المصادر دون القاب علمية او مهنية.
أرقام الصفحات، التأكد من أن أرقام الصفحات أخذت، التي أخذت منها المعلومات. التكرار فيذكر المصادر، تكرار المصدر بشكل مباشر. عدم وجود مراجع فاصلة يشار لها بالعبارة التالية: نفس المصدر، الصفحة في اللغة العربية وفي الإنجليزي الـ IB ID، بيج صفحة كذا في اللغة الإنجليزية. في حالة تكرار المصدر بشكل غير مباشر وجود مراجع فاصلة، يستخدم الطريقة التالية: اسم الكتاب، مصدر سابق، صفحة كذا. يعني لو انت هتكرر نفس الكتاب او نفس الحاجة اللي انت اخدت ايه اخدت منها في اللغة الانجليزية، بتكتب الـ OP CIT BB يعني بيج بيج صفحة كذا. الاشارة الى المصادر المذكورة داخل مصادر اخرى، ينبغي ان نذكر المصدر الاصلي والمصدر اللي انت اخدت ايه منه. انواع التوثيق في البحوث العلمية في نوعين: في التوثيق في متن البحث، والتوثيق في صفحة المراجع. التوثيق في متن البحث، التوثيق لمرجع لأول مرة، يمكن كتابة الاسم الأخير للباحث والسنة بين قوسين. مثلا: وقام الخليلي سنة 1986 بدراسة حددة فيها كذا، ده لمؤلف واحد. لو مرجع أجنبي، وقد أشار جيلبرت مثلا عام 1985 بالشكل ده لمؤلفين: قام الخليلي وملكاوي بدراسة سنة كذا، وقسمها لماركت ولو وماكرد سنة 1990 إلى مجموعتين. يبقى دلوقتي بتكتب الاسم and الاسم، يعني الاسم والاسم الآخر، زي ما أنت كتبت خليل وملكاوي. لثلاث مؤلفين يجب ذكر جميع أسماء المؤلفين، يجب ذكر جميع أسماء المؤلفين عند ذكر المرجع الأول مرة. فمثلا ممكن تكتب كده مثال: يذكر قام الخليل ومحمود والصمدي عام 1985. إنما لو تيجي تذكره بعد كده ممكن تقول قام الخليل وآخرون. يبقى أنت دلوقتي أول مرة تذكرهم كلهم، وبقى ممكن تكتب كلمة وإيه وآخرون، ونفس الأمر بالنسبة للغة الإنجليزية. أنا عايزك تركز معايا في الجزء اللي جاي: التوثيق في قائمة المراجع. التوثيق في قائمة المراجع ده بيهمنا جدا. كتاب لمؤلف واحد هتوثق في الآخر مش في المتن، بقى بتكتب الاسم الأخير والاسم الأول والتاريخ وعنوان الكتاب بخط أسود غامق وبلد النشر. طب خد مثال كده: في دكتور اسمه سيد خير الله، ما كتبناش كلمة دكتور، اتشالت، والكتاب ده اسمه الأخير الأول العيلة خير الله فاصلة سيد عام 1981. يبقى دلوقتي الاسم الأخير وبقى الاسم الأول وبقى الايه التاريخ. بحوث نفسية وتربوية، ده اسم الايه عنوان الكتاب بخط غامق، بلد النشر بيروت، الناشر دار النهضة العربية. نفس الموضوع: 3 men كما اف يعني العيلة، وبعد الاسم الحرف الاول من اسم الكاتب او اسم المؤلف، اسمه هو الشخصي، وبقى السنة، وبقى البحث بالبولد Theory and Practice of Psychological Testing نيويورك البلد، رينهارت اند ويستن دي المكان الخاص بالنشر او اللي هو الناشر. طب كتاب لي مؤلفين، الاسم الاخير والاسم الاول للمؤلف الاول، والاسم الاخير والاسم الاول للمؤلف الثاني، ونمشي بنفس الخطوات: عنوان التاريخ، عنوان الكتاب، بلد النشر، الناشر. اسمه زيدان حواشين ومفيد حواشين، فكتبنا اللقب الاول حواشين زيدان، حواشين مفيد 1998، تعليم الاطفال، تعليم الاطفال الموهوبين، كانت في عمان دار الفكر. لو جينا في الاجنبي: بيكسي اي سيلز بي، ممكن اشيل ايدي كمان يعني اكتفي باسمه هو مش الجد كمان، فاميلي ميتيجن فاكتس، اسم الكتاب كان في واشنطن، والناشر الامريكان سايكولوجي اسوسيشن، اتحاد او جمعيه علم النفس الامريكيه. يبقى دلوقتي ده لو الاسم او لا لكتاب لمؤلفين، بحط الاسم الاخير الاسم الاول للمؤلف الاول، الاسم الاخير والاسم الاول للمؤلف الثاني، التاريخ، العنوان، بلد النشر، والناشر.
كتاب من تأليف منظمة أو جمعية، بكتب المنظمة، بكتب السنة، عنوان الكتاب، رقم الطبعة، بلد النشر، الناشر. أنا نشرت فين الجمعية اللي عمل الكتاب ده؟ الجمعية السعودية للعلوم التربوية النفسية، عملته 1425. الكتاب اسمه تربية الأطفال، الطبعة الثانية، بلد النشر كانت الرياض، الناشر كان جامعة الملك إيه؟ سعود. ده بالنسبة لو كتاب من تأليف منظمة أو جمعية. لو كتاب جاي أو رسالة علمية غير منشورة، رسالة علمية، رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه، فبكتب الاسم الأخير للباحث والاسم الأول والتاريخ وعنوان الرسالة ومعلومات توضيحية زي القسم وزي الكلية وزي الجامعة. الكثير سعود، ده الباحث اسمه كده، سعود الكثيري، فكتبنا اللقب الأول الكثيري سعود عام 1419. الرسالة بتاعته كان مدى تحقيق أهداف تعليم النصوص الأدبية في المحتوى المقرر على طلاب الصف الأول الثانوي، ودي كانت رسالة ماجستير مش دكتوراه، فكتبنا رسالة ماجستير غير منشورة، وكانت تبع قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية في جامعة الملك سعود في الرياض. دي طريقة توثيق الرسائل العلمية. طب لو عمل مترجم، يعني مثلا لعالم أجنبي وتم ترجمته من أحد العلماء العرب، فأنا بكتب الاسم الأخير للمؤلف الأصلي والاسم الأول له رالف تايلور، فكتبنا تايلور رالف عام 1982. كتابه كان اسمه أساسيات المناهج، فباجي بقى بترجم ترجمة مين لترجمه؟ الاسم الأول والأخير للمترجم ترجمة أحمد قاسم وجابر عبد الحميد، بلد النشر كانت مصر، والناشر كان دار النهضة العربية. طب لو بحث في مجلة، في مجلة علمية، بكتب الاسم الأخير والاسم الأول، ولاحظوا بقى كده بقى دي ثابتة بالنسبة لي، الاسم الأخير والاسم الأول دي ثابتة بالنسبة لي، وبكتب التاريخ برضو بقى ثابت ده بالنسبة لي، وبكتب بقى عنوان البحث أو عنوان الكتاب واسم المجلة والعدد بخط اسود غامق والصفحات اللي انا اخدت منها. الديحان محمد عام 1423، دراسة تحليلية للأسئلة الواردة في الخطط الدراسية التي يعدها معلم الصف الاول المتوسط، ده البحث. 12 فين؟ رسالة التربية وعلم النفس، تمام. العدد كام؟ العدد 14، والصفحات من 1 لـ34. لو في وثيقة حكومية بكتب الجهة المؤلفة زي ما خدنا من شوية، كتاب من تأليف منظمة أو جمعية، بقول برضو لو من جهة حكومية بكتب الجهة المؤلفة والتاريخ وعنوان الوثيقة والمدينة والناشر ورقم النشر. فباجي مثلا أقول إيه، الجهة المؤلفة في الوثيقة الحكومية دي كانت عمادة الدراسات العليا، وعملوا الوثيقة دي سنة 1419. اللائحة، العنوان الوثيقة، اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية والقواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للدراسات العليا بجامعة الملك سعود. المدينة كانت في الرياض، والناشر كان جامعة الملك إيه؟ سعود، ورقم النشر مثلا بدون رقم نشر أو 12 برقم معين. لو تقرير سنوي بكتب عنوان التقرير بخط أسود، التقرير السنوي الثاني 10 لمجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية النفسية، تقرير عام 1425 الرياض، جامعة الملك ايه؟ سعود. لو في مقال في صحيفة اسبوعية بتكتب برضو الاسم الاخير والاسم الايه؟ الاول، والسنة والشهر واليوم. يعني مثلا على سبيل المثال برضو الكثير سعود 12 ده في، او دي المقالة في الصحيفة 1425 السنة اللي 12 فيها في محرم يوم 28، عشان ترجع للصحيفة نفسها. اسم الصحيفة تطوير الايه؟ المناهج، وعنوان الموضوع بتاعه رؤى في الايه؟ في الميزان، جريدة الرياض، مقالات صفحة 19. يعني دلوقتي الراجل سعودي الكثير ده عمل تطوير المناهج رؤى في الميزان، ده الموضوع بتاعه اهو، واسم الجريدة بتاعته كانت جريدة الرياض مش المدينة ومش عكاظ، وسمى الموضوع جريدة، سمى الموضوع تطوير المناهج، وكان الموضوع ده في المقالات وفي صفحة 19 في الجريدة. يبقى أنا لو عايز أرجع لسعود الكثيري هجيب العدد الخاص بجريدة الرياض الصادر يوم 28 محرم 1425، وأشوف صفحة 19، وأشوف المقالات، وأشوف مقال سعود الكثير.
بنختم الموضوعات دي بالموضوع المصادر الإلكترونية. رجعت انت للإنترنت وشفت دراسة موجودة فيها، فبتيجي توثقه ازاي؟ بتحط برضو الاسم الأخير والاسم الأول والسنة والشهر وعنوان البحث وعنوان المؤتمر أو البلد مكان انعقاده، تمام؟ وأهم حاجة تحط الرابط بعد كل الكلام ده، يوضع الرابط كاملا زي ما حضرتك شايف، بحيث ان الرابط ده لو انا دوست عليه في حالة وجود انترنت يدخلني على الصفحة اللي انت قلت لي عليها بعد كده. فمثلا صالح النصار، النصار صالح، دراسة مقياس فون، المطور لقياس اتجاهات المعلمين نحو تدريس القراءة، بحث مقدم الى مؤتمر جمعية القراءة والمعرفة القاهرة، تم استرجاعه في 1/11/1425 على الرابط كذا، توضح الرابط. دي طرق التوثيق سواء في متن البحث او في قائمة المراجع. الاقتباس بقى، الاقتباس بينقسم الى نوعين: اقتباس حرفي مباشر واقتباس اخر غير مباشر. الاقتباس الحرفي المباشر يعني اقتباس استعانة الباحث بفكرة للاخرين يثبتها في كتابه او تقريره او بحثه بشكل حرفي كما وردت في المصدر الاصلي دون اي تبديل او تغيير او تعديل. خدت فكرة زي ما هي، خدت نص من كاتب زي ما هو، فبتحطه بين علامات تنصيص. إنما كانت المعلمين بين الأمم الواعية مكانة رفيعة ولعل كذا 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 كذا، حطيت هنا قوس في الأول وقوس في الآخر. بص كده معايا الأقواس اللي هي علامات الإيه؟ التنصيص. وتيجي تقول عبد الحميد والحيدري 1985 صفحة 10، يبقى أنت خدت النص زي ما هو، ما عدلتش فيه ولا عدت صياغته ولا أي شيء. أما الاقتباس غير المباشر فده إنك بتقتبس الفكرة بس ممكن تصيغها بأسلوبك، بتلخص المادة المقتبسة أو بتعيد صياغتها. يبقى الاقتباس المباشر أنت خدت النص الأصلي زي ما هو، خدت الفكرة زي ما هي بنفس العبارة بنفس الشيء دون تبديل. أما الاقتباس غير المباشر أنت بتعدل، بتتناول بتتناول الفكرة بأسلوبك بصياغتك أو بتلخص الإيه؟ الفكرة. الاقتباس غير المباشر التلخيص، بتشوف النص قبل التلخيص والنص بعد الإيه؟ التلخيص، في إعادة الصياغة، النص قبل إعادة الصياغة والنص بعد إعادة الصياغة. لكن أنت في أثناء البحث العلمي لابد أن أنت بتشير للشخص اللي أنت اقتبست منه سواء اقتباس مباشر أو اقتباس غير مباشر. آخر موضوع عندي النهاردة استخدام الإنترنت في البحث العلمي. يعتبر الإنترنت من أهم اختراعات القرن العشرين التي حولت العالم إلى مكتبة بلا جدران. خلاص بقى عندك المكتبات الرقمية وعندك أشياء كتير، حتى إن هذه الأشياء أو النشر الإلكتروني أثر على الورق أو العالم المكتوب بشكل أو بآخر. أشهر محرك بحث عندي هو محرك بحث جوجل. طبعا في محركات بحث أخرى كتير. أهم مميزات استخدام الإنترنت في البحث: الخروج من محيط البلد الضيق إلى مساحة العالم. يتيح الانترنت للباحث القدرة على الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء العالم، سهولة الوصول للمعلومة وتوفير الوقت والجهد، عدم التقيد بساعات محددة أو أماكن بعينها، يعني مش لازم أروح للمكتبة، أنا ممكن في أي مكان وأنا قاعد في البيت، المساعدة على التعلم، التعاون الجماعي، التعرف على باحثين، بتتعدد المصادر والتحديث المستمر من الانترنت وبوابة المعلومات. كل دي حاجات بتقدر تسهل عليك البحث. انما اهم المميزات ان بتحلك قواعد معلومات مختلفة ممكن تستخدمها. وطبعا دلوقتي احنا عندنا المكتبة الرقمية السعودية موجودة، فيها مراجع كتير وفيها كتب ودوريات يمكن ابديت لحد اليوم ممكن ترجع لها، بتوفر عليك اشياء كتير جدا، والباحثين طبعا يعرفوا الكلام ده بشكل جيد. هنا مقارنة بين مصادر المعلومات الورقية ومصادر المعلومات الإلكترونية من حيث التكلفة، من حيث المواد الأولية، من حيث التأثير على البيئة، من حيث على التخزين، قابلية التلف، وحط رأيك الشخصي فيها. استخدامات وتطبيقات الإنترنت في البحث العلمي، برضو هناك ما يعرف بالبريد الإلكتروني الإيميل، طبعا دي حاجة مش جديدة علينا،
بيتم من خلالها انك بترسل وتستلم المراسلات والرسائل بتاعتك بشكل سريع. ممكن ترسل للمشرف الرسالة بتاعتك يبدأ يرد عليها، سواء رسالة ماجستير او دكتوراه، يبدأ يبعت لك ملفات، تبدأ تبعت له ملفات. النشر الالكتروني انك ممكن تنشر في صحف ومجلات الكترونية وتحتفظ ببراءات الاختراع الخاصة بيك، الوصول لأبحاث منشورة في دوريات الكترونية حول الموضوع المراد الكتابة فيه. عندي ايضا خدمات تنقل وتحميل، تنقل وتحمل الملفات والوثائق. انت ممكن في حاجة اسمها البروتوكولات للملفات، اللي بروتوكول فايل ترانسفير، بيتم الحصول على ملف ووثيقة وتفريغها في الحاسب الشخصي بتاعك، انك بتعمل لها داونلود على جهازك تحملها. التسويق عبر شبكة الانترنت، انك ممكن تشتري كتب عبر شبكة الانترنت، كل ده من مصادر اللي ممكن تستخدم فيها الانترنت بشكل جيد. بنعمل عملية تقويم لمصادر المعلومات البحثية عبر الانترنت. المشكلة بقى في المعلومات اللي صدر من الانترنت ان الشبكة العنكبوتية بتحتوي على كم هائل من المعلومات، فلا بد ان تكون قارئا ناقدا لهذا الكم. اي معلومات بتصل اليها لابد ان انت تدعمها انت بادله وبراهين على صحتها، لان ممكن تصل اليك الى المعلومات تكون غير دقيقه من خلال البريد الالكتروني او النقاشات او المنتديات. وانت بتشتغل بالانترنت ركز على الدراسات اللي بتشير الى مصادر ومعلومات تم الاستعانه بها، دراسات موثقه. ركز على المواقع اللي امتدادها EDU او org، لان دي بتشير الى موقع تعليمي او منظمه تعليميه رسميه، او مواقع الجامعات. ركز على المواقع اللي بتحمل امتداد GOV government، يعني دي مصدر خاص بالدول والحكومات. كثير من المعلومات في الانترنت ممكن تكون معلومات مغلوطة، فيجب ان تدقق في هذا الامر.